مرحبا. اليوم بورجيكم جيم اسمه بير اسبيرا. بير اسبيرا، المهم اسم لاتيني ما علينا فيه. الفكره تبع الجيم انك انت بهي الجيم، طبعا حنعمل اللي هو الكامبين وفي ساند بوكس، تمام؟ وراح ابلش من الاول عشان ورجيكم شكل الجيم، ما حورجيكم الجيم كله طبعا لانه صعب، بس حورجيكم فكره الجيم. فكره الجيم انك انت على المريخ وانت عم تلعب دور شخصيه كمبيوتر، اوكي، ذكاء اصطناعي بعتوك على المريخ لحتى تجهزوا للاستيطان البشري. طبعا حتشوفوا الاسماء تحت. تروي بيكر هذا هو نفسه اللي عمل جول ب بلاست اوف اس، وله كثير بيمثل بالصوت، فجايبين ناس كمان تحكي الحكايه، فهدول كثير ظابطه معهم القصه، انه جايبين هدول العالم لحتى يحكوا القصه تبع الجيم. المهم، انت على المريخ، انت عبارة عن AI، ذكاء اصطناعي، مشان هيك حتلاقي انه شكل المريخ غريب شوي لانه عم يورجوك يا من منظور الـ AI، فايه بتشوف الارض وكذا بس عم تشوفه مثل كأنه روبوت. مهم، شو فكرتها؟ انت نزلت، نزلت على هذا اللاندينج سايت محل ما انت نزلت، وراح تبلش بقى تبني الاشياء اللي حتلزمك لتعمل المريخ. حتيجي هون مثلا حتحط هون الومنيوم. Amy, this is ISA Mission Control. ومع الوقت حيطلعوا لك هدول حييجوا يحكوا معك. Do you copy? تمام، هذا تروي بيكر عم يحكي له confirm. I'm with you. Great. والقصة طبعا قصة خيال علمي عن خلينا نعمل skip. قصة خيال علمي عن كيف إنه الروبوت، هذا الروبوت مثلا هل هو عنده روح ما عنده روح، هي الأشياء اللي دائما تطلع بالخيال العلمي. وبيرجوك طبعا كل الاشياء اللي بتصير بينك وبين الناس اللي حيسكنوا بالمريخ، وهذا حيورجوك اياها هون. طب حنحط هذا السيليكون ماين، وحنحط واحد جلاس، هذا جلاس فاكتوري. شايفين هون هدول الخطوط هن الشوارع، فهدول اللي حيمشوا عليها الوركرز. فانت هيك بتصير بتجهز اماكن لحتى يعني بدك تصير تعمل طرقات لهذا، بس تنزل مبنى لحاله بيعمل طريق مع اقرب مباني له، فما في داعي انك inspiring. اوكي، فبتيجي بتختار خيارات هون مشان القصة تكمل فيها. فهذا الشيء اللي عاملينه هون كتير حلو. بنفس الوقت كمان الجرافيكس، بالنسبة للجرافيكس، الجرافيكس مثل ما كم شايفين ما لك كتير واو، بس بتأدي الغرض. يعني برأيي اذا عملوها اتقل من هيك كان يعني ما كان في داعي ابدا، فالجرافيكس جيدة. في كمان ميوزك حلو هيك ناعم، وهكذا. المهم طبعا هون بلشنا، صار عنا هون هدول الاشياء. حنسرع الجيم لحتى شو نكبر شوي الوضع. طبعا هون حيبلش هذا يصنع جلاس. بدي اعمل باور، شايفين هون مثلا هذا الخط لحتى نتاكد انه شو انه واصله. هي هون هيك لاحظوا هون في حديد، فأول شيء بدي ابني هون سولار فارم لأنه الكهرباء قربت تتخلص. أنا لأني صرت عايدة شيء 4 مرات، فصرت بعرف إنه هي أول بعدين أعمل الأشياء الثانية. فهلأ هذا عم بيحوص هون، طبعا أنا مسرع على الأخير، وعم يجيب الأغراض لحتى يبني السولار فارم. طبعا هون هذا بيطلع الجلاس، بياخد الجلاس بده يحطه هون بيبني هاي، بعدين بلش شو نعمل الأشياء الثانية. طبعا في عندك وركر هابز، كل هاي مباني كل واحد بيعمل شغله. اوكي، هون في انكمينج كول. Amy, this is Houston. Copy. Excellent. We put انا my job is to terraform Mars etc etc suggest. اوكي، building worker hubs. فايه هاي الحوار بيعلمك كمان، خلينا نعمل سكيب اول، بيعلمك كمان شو لازم تعمل بهي الجيم. طب حنزل ايرون ماين هون، وحنزل كاربون ماين هون، وبعدين نحط ستيل فاكتوري سموير بالنص هون. ايه هاي هيك، ونحط الكترونيك فاكتوري كمان في مكان ما، حنحطه قريب من هدول الاثنين لانه بيستفيد منهم اكثر. اوكي، هاي مبنى كذا مبنى هلا حيشتغل ويبنيهم كلهم، تمام. ايه مع الوقت بتكبر البيس تبعك، وبتضل شو بتصير تكبر، وعندك كل المريخ فيك تمشي عليه وتكمل عليه. طيب
الحلو فيه الجيم الجو العام تبع الجيم، الجو العام كتير ظريف. فكرة انه عندك الاب وداون. اذا حدا لعبان سيرفايفينج مارس، اذا حدا شايفها عندي كمان على القناة، هي قريبة منها كفكرة بس ابسط. هون اخدين فكرة القصة اكتر من انه عمل بيس وزبط وكذا. ايه مهم انك تعمل بيس، بس الشغلات بيسك يعني، انت بس تعمل الشغلة خلص. الشيء الوحيد اللي بيفكي تغيره هو انك تعمل سبيد اب. This new factory, where does... We are... They are the... اي وين بيبدأ الذكاء تبعي، وين المشين، وين الفرق بين الأفكار والمشين، يعني أشياء هيك خيال علمي يعني. أوكي نحط هذا هون، وبدنا نبني worker factory. الworker factory بيخليني ابني workers تانين. حنحط واحد هون، وركر هاب هون. هدول بيخلوا الوركرز شو بيزيدوا العدد الوركرز. لاحظ كله الشوارع عم يزبطوها يعني، في شيء حلو الجيم. مهم هلا، وطبعا هون الريسورسز اللي عندك، الاشياء البيسك الادفانسد تمام، وقديش عندك وقديش ناقصك وكذا، فبيورجيك انه بقيان كذا، عندك صفر، عندك كتير. هلا بشكل عام انك بدك توازن الريسورسز، انه شيء يكفي، خاصه اذا بس يجوا البشر حيلزموك الريسورسز لتتأكد انه عم ياكلوا ويجيهم مي وهيك، فلازم تدير بالك. هلا الجيم كتير حلو، بس مع الوقت بس تكبر البيس ما في كتير اوبشنز لحتى تقدر تدير البيس. يعني مثلا فيك مع الوقت في ريسيرش هلا بيطلع بعد شوي، بتصير بتقدر تعمل ابجريدز وهيك قصص. ايه هاد مع الوقت بصير صعب انك تلحق كل البيسز اللي عندك، ومو عاملين لك شيء مثلا مثل الليستات واشياء لحتى تروح عليها. في هدول بورجيك الترافيك قديش اللود على الشوارع، يعني هدول الشوارع عليهم لود عالي. الباور تمام، بس ما في مثلا اوبشن اعمل روح على ليستا واعمل منها الابجريدز وهي الاشياء. في هاي النولج بيس وعندك اللي هي المنيو، بس ما في اوبشنز ثاني، فهذا الشيء شوي غليظ. ان شاء الله يزبطوها بعدين، بس هي واحدة من الأشياء. كمان الجيم مع الوقت كمان بتفتح شيء تال فيها حرب. هذا الشيء أنا ما حبيته كتير، فكرة الحرب بين الجيم. أوكي هنحط واحد هون سولار فارم. they will boost my mission. أوكي نبني هون سولار فارم لأنه بطل في كهرباء. استعجلت شوي. اوكي نعمل كيميكال بلانت، هاي كيميكال بلانت هون، نو باور شايفين؟ فبدنا نحط كمان باور، نحط سولار فارم هون، شايفين ليكو برا الخط، برا الحدود. فنحط هذا هون، ونحط وركر هاب هون، ونحط ميتنس فاسيلتي تغطي البيس كامل، فححطها بسموير هون بالنص مشان شو؟ تلحق عليهم كلهم. طبعا كمان بيطلع لك هيك مثل داست ديفلز، هدول عواصف واشياء ممكن سكر على هذا. طب حنعمل هذا برايورتايز. خليه يعمل هذا. بدنا بارتس لا مو بارتس فاكتوري، ما بدي بارتس فاكتوري، بدي الكترونكس. شو عندي ناقص هون؟ عندي ناقص الكترونكس. خلص ليكو عم يبني. طيب لا هاد حبيبي الله يوفقك. طيب هاي سبيد اب هاد، نطلع الكترونيكس مشان نظبط هدول الاثنين ونجيب كهرباء. شايفين ممكن انك تعطل حالك شوي، هون في نيازك بتنزل وهيك. ايه فمع الوقت قصة كتير حلوة جميلة، بس مع الوقت بتصير اللعبة صعبة انك تسيطر عليها تمام. فهي شغلة مو منيحة. الشغلة الثانية كمان هي الحرب، القتال فيها ما كتير عجبني، بس لسه هذا مطول كتير لقدام لحتى يصير. بس ايه في قتال وبيطول شوي، بس انه يعني ايه هاي كهرباء. خلينا نعمل هاي كمان بعدين، هون نشيل البرايورتي. في كمان لما تطلع هيك بتشوف كل الايقونات هون، شو اللي هذا مين السريع مين كذا، بس بنفس الوقت يعني لو في لسته كان احسن من هذا الشيء، لانه هاي الشيء عجقه. مهم اوكي هلا شو اللي عم يعملوا؟ هاي خلص هاي دان، نشيل البرايورتي. طيب اللي بدنا اياه بوليمر فاكتوري، اللي هو ليعمل كيميكلز.
وبعدين اللي بدي اياه مينتنس فاسيليتي. اوكي هي كله شغال هلا، المفروض هي بس مبنى. راح يبلش يعمل شو اسمه، طلع لي بوليمرز اللي هو بلاستيك يعني، وبياخده بيسوي منه اللي هي المينتنس فاسيليتي. هذا ضروري لحتى شو، لحتى يعمر اللي هو الدرونز اللي بدهم يصلحوا الاشياء. فيني اعمل بوست للبوركر فاكتوري مشان يعمل لي وركرز ثانيين، لانه انا فيني اخذ 3 وركرز بس هلا خليهم مبدئيا عم يزبطوا هاي. بدي يبنوا هاي بسرعه، لانه اذا تعطلت البيس وما في شيء يصلحها خلص الجيم اوفر يعني. خلينا نظبط هاي بعدين بنظبط الدرونز الثانيين. هلا حيجيب لي الكترونكس من وين وين ولا شايف هو مثلا ما في شيء بيساعدك، بدك تقعد تدور هيك بطريقه غبيه شوي. اوكي بتعرف شو هون، تعال يلا 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 بيلد بيلد بيلد. خلينا نعمل وركر تاني، خليهم ينتشروا شوي ويساعدوني سيطر على الوضع، لانه الوضع سيء شوي. واحد ما عم يلحق يجيب كل الاشياء من كل مكان، وهذا المكان بعيد جاي. هذا هون جنبه. اوكي جود. الكترونيك فاكتوري وين كان؟ هات. فهذا بده يجيب من هون ومن هون، اللي هو مو بعيد كثير. نعمل سبيد اب لهاد. اوكي بيهمني انه يكون في الكترونكس دايما. نشوف عندي هذا الوحيد الصفر. ما تكنيكلي نوت ذا انث اي نو اي دو نوت. اوكي تمام. طبعا بعدين هلا لقدام شوي يعني ما حطول كثير، حورجيكم اللي هو الريسيرش، لانه فيك تصير تعمل ابحاث. هاي هون وركر هاب. اوكي هذا هون. اوكي هلا هون حيصير عنا اللي هو هذا الشيء. اوكي هلا بس يصير بقى شو بيجيب الالكترونكس والهي مشان يعمل الدرونز تبع التصليح، فكلهم هدول بصير بيتصلحوا. اوكي هاي بوليمر فاكتوري ما بيهمني انه يتزبط خلاص. هاد سريع خليه، هاد خليه سريع. ايه هلا حيجيب الالكترونكس يجيبها لهون او يجيبها لهون، بالحالتين اتس اوكي. اظن لازمني باور كمان، راح احطها محل بعيد شوي بس لساعته بالراديوس تبع البيس يعني بيقدر يعمل له صيانه. ايه هون هون. ايه هلا هون صار في درونز تصلح فالامور كويسه. اوكي هيو ليكو عم ينبنى بس الجيم وتيرتها بطيئه يعني، شايف هذه السرعه العاديه. هون هذا بيقعد 1000 سنه وهو عم يمشي. اوكي هيك انا هيك تمام. هلا اللي بدنا نعمله هو ايرولوجيكال سكانر، يعني راح نحطه وحيسوي اللي هو مثل سكان على الارض مشان يطلع لي اللي يشوفي بهدول هل في معادن ولا ما في. راح ابني هذا هون، بعدين هذا هلا بس ينبنى راح يعمل شو، حيطلع لي اذا في معادن بهذا الارض مشان ابعت وصير اعمل له مايننج. طبعا فيك تحط كذا واحد بكذا جهه. اوكي ايريولوجيكال يلا شغال. هلا بينبنى خلص، وهدول طبعا شغالين عم يجيبوا الاشياء، وهذا المينتننس شغال وهذا تمام. اوكي ممكن مشكله لازمني ماينز جديده لحتى اجيب كمان الكترونكس، بس قول فيها هلا الكترونكس منيح يلزموني للبنى بالاول بعدين خلص. طيب هذا ما في يبني، هذا شغال منيح عم يبني. اوكي ثلاثة هذا بده كمان شوي. طب نعمل له سبيد اب، هذا حاعمله عادي وهذا حاعمله عادي. هلا بقى شو خليه يخلص هاي. هلا اللي صار هون انه حيبلش شو يلاقي بقى اشياء تانية بالارض، فلاحظ هذا حيعمل سكان على الاراضي هاي
يضل يعمل سكان 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 سكان. وهذا هون مثلا احتمال كبير انه يكون في معادن كتير، فهون شيء كويس. طيب ممكن نحط واحد تاني هون. وهلا بدي احضر لحتى اجيب البشر يجوا على الهدف. فشو حيلزمني؟ حيلزمني مي تمام، وحيلزمني كهرباء. حط كهرباء تاني. Houston, I am getting interference. Please repeat. Roger. I asked how it's going over there. Do you need any assistance? Yeah, sure. Use some help. But what if you're patient? Continue. الحوارات جميلة على فكرة. الناس اللي بتحب الخيال العلمي حتنبسط عليها كتير. طبعا هو عم يعرفني على الناس اللي حييجوا هلا يسكنوا بالهيئة. Ask about balance. كيف هدول حيصير التعاون بين البشر والآلة؟ يا هاي يعني شغلات خيال علمي كلياتها. تمام هوني 1290. المشكلة كمان انه هدول الريسورسز بتخلص، فهذا الماين مع الوقت حيفضى، حيبطل فيه شيء تاخذ منه، فهذا الشيء كمان بدك تنتبه منه. مصبوط. اوكي شغالين. اظن نعمل وركر هاب هون لحتى ندعم هاي القرنة. لاحظ هذا كله صار عليه سكان، بس طبعا الاولانيات بصيروا سريعين بعدين بصير بطيء. اوكي تمام. فيك طبعا تهد مباني وتشيل وكذا وتحط وهذا. اوكي هلا بدي اورجيكم طبعا الريسيرش. بس يجوا الهيومنز بصيروا بيعملوا ريسيرش. حيلزمني فود فاكتوري، بس قبل بده يلزمني هون مي. المي حاستعملها لحتى ازرع وبعدين طلع اكل، بعدين ببني اللي هو الكولوني لحتى اجيبهم لهدول. بشكل عام تجربه جيده، بس فيها مشاكل. يعني اللعبه ما بتدلك شو لازم تعمل، حتعيد كذا مره لحتى تفهم الشغلات. الانترفيس غريب شوي، يعني بدك تتعود عليه. هو مو سيء مشان الحق، ماله سيء، بس بده الواحد يتعود عليه. هذا بدنا نعمل له سبيد اب. ممكن نحط ماين جديد لنطلع من هون المنيوم، لانه شايف لك الوضع سيء. هلا الحلو انه كل هاي المباني روبوتكس، فما تحتاج تعمل بوبليشن. بوبليشن بس بيعيشوا بالمراكز تبعهم وبيعملوا ريسيرش بس. هون I am the one who controls the fate of Mars. وهذا عم يعمل ريسيرش هون. هاي القرنة كلها هون في مي كتير، وفي هون حديد وهيك. No. Yep. Look at all these craters. Meteors created them. Merely changing the planet's surface isn't evidence of having will. شايفين هيك بنشوف إذا في مشاكل ولا لا. طيب هذا الشيء ما بدي يكون هيك. وهذا الشيء في عندك هي وهي، هي ما بحتاجها تكون سبيد. وهي الكترونكس فاكتوري خليها بتلزم. طيب حلو الجمال، جميل 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 جميل. اوكي اظن الامور بالانسد هلا اكثر. هون عم يلاقي اشياء جديده كمان فينا نستعملها. فيك تعمل تشوف السكان. الاراني البيضاء هي خلص اكيد ما فيها مينرالز، الاشياء الثانيه فيها. اوكي هلا اللي حيلزمنا ووتر اكستراكتور، حطه هون. حنحط فود فاكتوري هون. هلا مع الوقت حتطلع برا، حتلاقي هدول الاشياء، هدول بتصير تعمل عليهم ريسيرش. هلا انت بالمستقبل البعيد 2600 وما بعرف قد ايه ومدري شو، ففي هدول اللي هي مخلفات الرحلات اللي قبل، ففيك تجي وتعمل عليهم ريسيرش، تبعت عليهم تصير تبني كمان كولونيز عندها. اوكي هون شغال الفود، عم المفروض انه هيك تمام. راح يلزمني سبيس بورت اظن هون، حطه بقرنة يسع هون. هذا اللي حيطلع منه صواريخ ويجي. للأسف مو مثل سيرفايفنج مارس تشوف الصاروخ نازل وطالع، هو بس موجود وخلص. هي ما حبيتها كثير القصة. طيب نحط الكولوني سموير. ممكن نحطها هون هون هون، حطها هون مثلا، شو رأيكم؟ بين على الكريترز هدول، تعمل كل هدول الخطوط هيك. تمام هلا اللي حيصير انه حيصير عندي اوبشن بس ينبنوا هدول، انه اطلع على الفضاء واعمل ميشنز من الفضاء. تمام
طبعا هون بيورجيك كمان انه في عندك اشياء، شو الاشياء الموجودة وهيك، وحتشوف بقى شلون اللعبة حتكبر وحتصير اكبر. يب اوكي هون هيك اظن. نحط هون كمان سكانر. اذا حطينا هذا هون شو بيصير؟ ما في مينتنس هون. لا في. نبني هذا واحد هون، ليش لا؟ خليه يعمل سكان هاي الجهة، استكشف هذه القرنة من المكان لنشوف اذا في مواد منيحة ناخدها. اظن كمان هون، ليش لا؟ هون مينتنس ما في. تو فار، اوكي ما مشكلة تو فار. نحطها هون هون هون. The aerological scanner detected an uncharted structure close by. It's probably a secret abandoned base. هون بيس. Or a mysterious Martian ruin. حدا عامل هون بيس وممكن نجي. In all of human yet it's no. ممكن نجي هون كمان نحط بيس ثاني مشان شو نوسع الكولوني تبعنا. اللي شغالين تمام. في عندي شيء سبيد اب؟ لا. اوكي تمام هيك. شايفين هلا عندي مشكلة بالجلاس. My workers cannot explore buildings. I will need the colonists help. I should fit though that will. اوكي. ايه. وهلا شوفوا هذه كل الاراني هاي صارت مكشوفة. هون في مي على الاغلب كتير. حلو. في شيء هون كمان، شايفين هاي القرنة؟ هاي القرنة المفروض كانت بحر على المريخ، ففيك تبني فيها، بس مع الوقت اذا زبطت المريخ وبلشت تسيح الثلج اللي عليه، في الثلج اللي هون وهون، ممكن هذا يتمتلى، واذا امتلى كل المباني اللي فيه بتروح. فهي شغلات كمان بدك تخطط لقدام. هل الوضع مزبوط ولا لا؟ I can use my scanners to detect them or my drones to most but now they're day. اوكي سبيد ممتاز. شايفين هيك انا حاططها على اسرع شيء، ومع هيك اللعبه بطيئه يعني. هلا ليك اذا حاطها هيك خلص هذا السرعه تبع الجيم. فيك اذا بدك انت حابب هيك يعني تكون بطيئه او تتفرج عليها برواء ممكن. طيب بدنا كمان درونز، هذا ناقصه جلاس. في عندنا شحف الجلاس، والله ممكن اخذ من هون سيليكون. عندي نقص بالسيليكون، ما عندي، بدي وركرز. حلو هاي الاوربيتال فيو تمام. اللي حيصير انه عندك هيك ميشنز مثل هاي الميشن مثلا. I can accelerate it or slow it down. It's just a hack on my visual sensor system of course. هاي الميشن تجي بتعمل how real is my perception. اد بتصير شو مشان تجيب الكولونيز على الكولونيز على الهاي. Yes. اوكي. شايفين فهون بصير في ميشنز، في شيء مثلا بيقول لك سيح يعني مثلا دروب شيء هون. مع الوقت كمان بيطلع لك اشياء مثل انه والله لقينا مكان واحد من هدول قواعد فيه صواريخ نوويه، ممكن تاخذها وتستعملها لحتى تسيح الثلج بسرعه، بس بصير في راديشن. فعندك خيارات بالجيم بتاثر على نهايه الجيم كيف بتصير. اوكي هون فينا نعمل ريسيرش اوت بوست هون اذا بدنا، بس ما بدي هلا اجلها شوي. اوكي خلينا نشيل هدول كلهم، هدول كلهم الاشياء اللي المفروض عم نعملها. اوكي قلت لك خلينا نبني الكولوني سريع. The first colonists are on their way. Once لازم نبني هاي الكولوني بسرعة. سيليكون أظن لازمنا سيليكون كمان. نبني سيليكون ماين هون. ولازمنا كهرباء. نبني كهرباء هون. وطبعا هدول الخطوط ما لها مو بنفس مستوى سيرفايفنج مارس، هذيك اقوى بكثير كلعبه استراتيجي، بس كمان هي جيده. اوكي ملي هي. I will have company very soon.
I feel quite anxious about this next part. وكرها. I'm not sure why. حتوكرها بهون، حتوكرها بهون. شايف كله هدول الشوارع بيتغيروا مع الوقت. اوكي. شايف كهرباء خلاص. In that case. أعطاني ميشن هلا إنه اطلع اطلع على هذا الفضاء في ساتلايت مضروب somewhere وبدي صلحه بس لسه ما فتح لي اياه خلص مو مشكلة. المهم شايفين هون كله عم يبلش يطلع الأشياء اللي ممكن أخذها أعمل لها مايننج. أوكي. إيه تلم بتكبر البيس بتطلع بتزيد إلى آخره إلى آخره إلى آخره فكل شوي عم تكبر البيس وتعمل أشياء جديدة. أوكي هلا جلاس هون هذا خلصنا منه. وين حاطت أنا سبيد أب؟ على الروبوت. Maybe it is because the call. How? As another machine. أفكار أفكار عم تجيها. طيب في chemicals somewhere غير هاي ليك بعيدة. لأنه عندي هون مصنع chemicals. بس الchemicals بتلزمك بشو؟ مشكلة كمان هون ما بيورجوك شو بتلزمك. فيك تغير لشو تستعملها. 20% بتوزع على الأشياء. اوكي. طيب. ماشي الحال. بجوز بدي chemicals وبدي iron. خلينا نظبط الايرون ماين واحد هون بس ما في مينتيننس هون. طيب امي ذس از وي هيوستن. اوكي بيلد ا ريسيرش اوت بوست اون ذس لوكيشن بوبوليت. طيب هلا المفروض انه شوي حيجوا الكولونست هذا ممكن هلا نعمل ريسيرش اوت بوست هون مشان يصير عندنا كولونست اكثر بس خلينا شوي شوي ما بدي استعجل حتى ما اتورط. كان حط هون ماين تبع شو اسمه تبع ايرون لانه شكله فيه نقص بالايرون صح. ديماند 2.5 والبوتنشال برودكشن 2.8 فعندي ديماند عالي ممكن نعمل ماين جديد. اجوا. اوكي بس يجوا بيفتحوا لك اللي هو الريسيرش. هون بيورجيك قديش عندك ريسيرش بالشهر ريسيرش بوينتس. هذا بيعتمد عدد مين عدد الكولونيست اللي عندك واذا عم ياخذوا كفايه مي واكل. بتيجي هون بتيجي بتعمل مثلا بدك ويند فارم للكهرباء بتعمل لك الويند فارم بتصير بتعطيك 30 بدل 50 بدل 30 تمام احسن من اللي هو السولر وما بتتاثر مثلا لما تصير عاصفه رمليه بتسكر السولر وهيك. هذا ستورج اذا حابب مكان تخزن فيه اشياء لانه التخزين له حد. البيلدينج ليميتس انت فيك تبني 50 مبنى بعدين بتصير تقدر تبني اكثر. فيك تيجي كمان هون وتعمل additional landing sites أو spaceports أكتر مشان تصير عندك spaceports زيادة. biotech spaceports طبعا كل mission بالفضاء بده spaceport لازم يكون عندك قاعدة للmission هاي. فلحتى يكون عندك قواعد أكتر لازم يكون عندك لحتى تعمل missions أكتر لازم يكون عندك قواعد أكتر. كمان هون عندك اللي هي البيوتك فيك تكبر الكولوني تعمل level 2 تمام تصير 250 colonists طبعا بس لا تنسى أنه هذا حيزيد الطلب على الأكل وهالأشياء هاي بيعطيك طبعا بتصير الكهرباء تبعها احسن لعدد الناس اكثر بتعطيك ريسيرش اكثر وهالاشياء هي كلها. المهم فخلينا احنا نبلش بانجينيرينج. انا راح اعمل هي لا مو هي حاعمل ويند فارم لحتى اجيب كهرباء بشكل افضل لانه حيلزموني. اوكي هون عم قصه هي خليها هي اللي اجت هلا اللي هي رئيسة الموجودين بالكولوني. اوكي حيلزمني اكيد اكيد حيلزمني ايرون ماين. هنحطه هون او هون ما بتفرق حطه هون. وحيلزمني مينتيننس هاب راح احط المينتيننس هاب هون بس حيلزمه باور. طيب ما مشكلة هلا بنجيب له باور حط له سولار فارم هون بالنص. هلا حيبني هذا كله حيزبطه. المهم حيصير عندي هون مينتيننس هاب تاني ممكن انتشر لهي الجهه هيك كمان بستفيد من المكان هذا. اوكي يب وعم تعمل التكنولوجيز تبعونك. هلا هون مثلا فيك تيجي تعمل الريسيرش بيس هاي
تمام، ونعمل maintenance facility تاني هحطها هون، هحط جنبها power solar farm تاني. كمان مشكلتها كمان انه الباور هيك لازم تبنيهم هيك، ما بيخليك انه مثلا مثل سيرفايفنج مارس تعمل وصلات كهرباء وما بعرف شو، ما في هذا الشيء. فايه بهي الشغلات مو كتير واو، بس الحلو فيها اللي هو القصه تبعها. بدنا نتاكد انه عندهم كفايه اكل وهيك. اوكي شغال ماشي الحال. هون طبعا قاعدين عم نبني هدول كلهم تمام. هاي المينتنس فاسيلتي هون عم تشتغل. اظن لازم نعمل وركر درونز ثانيين. حاعمل وركر هاب هون واحده وواحده هون حتى تخدم هذا المكان. كل واحده بتعطيك روبوت واحد. Wind turbines will provide clean renewable power for my base. I can maximize efficiency by placing them in areas of high wind. Yep, the wind turbines جايين على الطريق. Populate the outposts and complete the research technology. هلا هون طبعا حييجوا يبلشوا يسكنوا هون، بس لازم يتعبوا. هلا عندي 92 من اصل 150. 150 يعني عندي محل ل 150 شخص بالكوكب. اوكي هون خلينا نتاكد من هاي الديماند. تيرش برودكشن 2.8، الديماند 1.9، فما عندنا مشكله. نفس الشيء الواتر. السهم اخضر معناته الامور تمام، السهم الاحمر معناته في نقص، بدك تصير تشوف انه كيف ممكن تضبطه لهذا النقص. خليها شويه توازن الجيم بعدين بنكمل. اوكي ومع الوقت حيصير عندك اوبشنز ثاني بتفتح هدول الاراني لحتى في عندك انك تفتح هدول المناطق لحتى تبلش تسلطن فيهم. بتقدر تنزل بيس ثاني somewhere else، يعني مكان ثاني وتبلش هنيك. كله هذا مسموح. طيب هذا ويند فارم خلص. بدنا نعمل اكسترا ستورج لانه رخيصه بتلزم كمان. اوكي تمام وهكذا، وشوي شوي عم تكبر الهي. طبعا هلا لاحظ هون صار عندنا اوبشنز جديده اللي هي درجه الحراره. طبعا بدك تحاول انك تحمي هلا هو 56 ماينس، فبدك شوي ترفع درجه الحراره تبعه. بدك تحاول تظبط البايوم هذا طبعا اللي هو انه بينسكن ولا ما بينسكن، الهيوميديتي انه بدك تظبط بدك تظبط انه يصير في مطر وما مطر. فهلا بدك تبلش تعمل اشياء لها علاقه بالخيال العلمي اللي هو كيف بدك تحول المريخ لكوكب مثل الارض، يصير في بحر ومي وكذا وهواء وكل هالاشياء هاي. تمام هون طبعا كله هذا بتظبطه من هون. هون بورجيك البريشر، بدك تظبط الضغط، تظبط الحراره. الحراره ليك عم تنزل، ممكن هلا ترفعها او تنزلها. تمام وهكذا. هون هي بير اسبيرا. جيم جيده بس مو كتير جيده، يعني فيها مشاكل. اذا فيك تتحمل هدول مشاكل الجيم حتخدمك. يعني لذيذه. تمام اوكي هاي هي الجيم. طبعا في القتال ما حورجيكم القتال، بس يعني كتير بيسك كمان. مهم شكرا كتير، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين. سلام.